أحيت وزارة الخارجية احتفالية يوم الدبلوماسية المصرية بمقر النادي الدبلوماسي بالقاهرة، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري وعدد من وزراء الخارجية السابقين والسفراء والدبلوماسيين. وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي عن جهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقود من الزمان في مختلف المحافل الدولية والمنظمات الأممية. إن بعثات مصر في الخارج، وهي موضوع احتفالية هذا العام، تطلع بدور هام ومحوري في الدفاع عن المصالح المصرية وتنفيذ مختلف أولويات وأهداف مؤسسات الدولة المصرية، ويصب عمل تلك البعثات في ديوان عام وزارة الخارجية الذي تقوم قطاعاته وإداراته المختلفة ببلورة وتحليل ما يرد إليها من تقارير وتقييمات لعرضها على القيادة السياسية، والتنسيق في مختلف المجالات ذات الطبيعة الفنية مع وزارات وهيئات الدولة المختلفة، بما يمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة بناء على معلومات دقيقة ومعطيات شاملة.